السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حصة من حصص مادة العلوم على منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم. تعالوا نشوف موضوع حصتنا النهاردة عن إيه، وهي إحنا في المحور الثاني اللي هو المادة والطاقة، الوحدة الثانية الحصول على الطاقة، المفهوم الثاني من الوحدة الثانية اللي هو انتقال الحرارة من نشاط رقم 9 إلى نشاط رقم 12. تعالوا نشوف أسماء الأنشطة. نشاط 9 بعنوان الحرارة وبقاء الكتلة، نشاط 10 البحث العملي اللي هو مسار البلي، نشاط 11 خواص المادة الجديدة، نشاط 12 سجل أدلة كعلم. تعالوا مع بعض نشوف نواتج التعلم في نهاية هذا المفهوم. بيكون التلميذ قادر على إيه؟ إن هو هيستنتج إن التغيرات الحرارية لا تؤثر في كتلة المادة، ان هنطبق اللي احنا اتعلمناه من مصطلح الاحتكاك، قوه الاحتكاك وطاقه الوضع وطاقه الحركه وانتقال الطاقه، ليه هنعمل مسار بلي ايه ورقي. هنتوصل الى تفسيرات علميه هتجيب عن السؤال الرئيسي اللي هو كان موجود في ابدا او حول انتقال الحراره. تعالوا اول نشاط معانا مهارات التفكير كعلماء، اللي هي بتقول لنا حلل كعالم. النشاط بعنوان الحرارة وبقاء الكتلة. أنا دلوقتي عندي مية وبدأت إن أنا أحط كمية منها وأغليها على النار. إيه اللي بيحصل؟ أنا عرفت إن هنا إن الحرارة هتأثر على جزيئات المادة وهتحولها من الحالة السائلة إلى الحالة مين؟ الغازية، يعني هيبدأ المية في التبخر وهتتغير حالته، يعني من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. مع الاستمرار بتاع الغليان هنلاقي إن المية وكأنه اختفى من الكوباية أو الكاس أو الوعاء، بس في الواقع هو إيه؟ اتحول إلى بخار مية. ليه بقى؟ لأن المادة هنا لا تفنى ولا تستحدث من العدم، زيها زي مين؟ الطاقة. ليه؟ لأني أنا أو الطاقة الحرارية إحنا قلنا إنها لا تفنى ولا تستحدث، يعني إنها مش هتخلص ومش هقدر أجيبها من حاجة مش موجودة. طب ليه؟ لأنها يمكن تحويلها من حالة إلى حالة إيه؟ أخرى. لذلك هنا بنقول ان هنا المادة تحولت من الحالة السائلة الى الحالة الغازية. لما بجمع ممكن بجمع البخار مرة اخرى، يعني ايه؟ يعني ارجع اخلي الحالة من الحالة، او هيبدأ يتجمع، او لما اجمع البخار هتتحول المادة من الحالة الغازية الى الحالة امين، الى الحالة السائلة، بس هنلاقي ان هنا له نفس كتلة مين؟ كتلة الماء. وعشان كده بنتوصل إلى حاجة اسمها قانون بقاء الكتلة. أنا بس عايزة أقول ملحوظة قبل، أو معلومة كده إسرائية قبل ما أدخل في قانون بقاء الكتلة أو بيه هو تبع قانون بقاء الكتلة. أنا دلوقتي لو جبت كيلو تلج وجبت كي أو كي أو هنعتبر بقى الكتلة كيلو، خلاص؟ هجيب مثلا وليكن كيلو مية. الكيلو المية دي هقوم حطاها في الفريزر، فأنا حولتها من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. لو جبت هنا التلج وحطيته على الميزان هلاقي ايه؟ هلاقي كيلو. يعني اذا ان المادة، انا عايزة اقول ان المادة ما بتتغيرش بالنسبة لحالتها الفيزيائية. يعني ايه؟ يعني ان هي مقدار ثابت لا يتغير بتغير الايه؟ الحالة الفيزيائية، من حيث انها صلبة او سائل او ايه؟ او غاز. فهنا تعالوا نشوف ان قانون بقاء الكتلة بيقول لنا ايه؟ ان انا عندي ان الحرارة اما بتنتقل من جسم لاخر ممكن انها تتغير المادة من حالة الى ايه؟ الى حالة اخرى. زي بالظبط لما جبت اناء او حطيت قليل من الماء في اناء فوق ايه؟ لهب او موقد، وسبته ان هو يغلي لفترة. هنلاحظ هنا ان كمية المية قلنا هتقل في الاناء لغاية ما تختفي، وده اللي بيحصل. لو انت لاحظته لما مثلا تيجي بتعمل كوباية شاي في المنزل وجيت حطيت الاناء المخصص في غلي الميه وسبته ونسيته، هتلاقي ان الاناء اللي انا حطيته ده باستمرار الغليان مش هلاقي فيه ايه؟ هنقول ايه؟ بالمفهوم العام بنقول ايه؟ الميه نشفت. طب ايه سبب اللي راحت فين الميه؟ هنلاقي ان السبب ده ان الميه لما اكتسبت حراره اتحولت الى بخار ايه؟ بخار ميه. البخار ميه انتشر فين؟ في الهواء. يبقى اذا هنا ان انا عندي ان الميه اتحولت من الحاله السائلة إلى الحالة الغازية، يعني المادة تحولت من حالة إلى أخرى، بتبقى كتلة المادة كما هي ولا تتغير، وده
مع بيعرف بقانون بقاء الكتلة. طب تعالوا نعرف قانون بقاء الكتلة. هو عبارة عن أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، بل تتغير من حالة إلى حالة أخرى أو إلى أخرى. طب هنا دلوقتي بيقول لي جايب لي مكعبات ثلج وحطيناها على الميزان علشان نشوف الكتلة. فبيسألني هنا بيقول لي هل تتغير كتلة مكعبات الثلج بعد انصهارها؟ من الملاحظ هنا زي ما بدأت وقلت لكم ان انا لو جبت اناء وفيه ثلج وحطيته على الميزان هلاقي هنا مثلا كتلته 110 جرام. جيت وقمت عامله ايه؟ حطيته او المكعبات ده قبل ما اصهرها، فجيت حطيته المكعب دوت خليته حولته الى ماء سائل. يعني ايه؟ يعني اتغير الحاله بتاعته من الحاله الصلبه الى الحاله مين؟ السائله. وجيت حطيت الميه السائل بعد انصهار الثلج دي هلاقي برضو 110 ايه جرام. معناها كده ان في بقاء للكتله او الماده بتحتوي او موجوده نفس كميه او كتله مكعبات الثلج قبل الانصهار بتساوي كتله الماء الناتج عن انصهارها. ليه؟ لان الماده لا تفنى ولا تستحدث ولكنها بتتغير من حاله الى ايه؟ الى اخرى. يبقى اذا هنا ان بستنتج او بعرف او بتوصل ان كتله الماده في الحاله الصلبه تساوي كتله نفس الماده في الحاله السائله. عشان كده قلت كتله الماده مقدار ثابت لا يتغير بتغير الحاله الفيزيائيه لمين؟ للماده. طب مثال على قانون بقاء الكتله عندنا قوالب الشوكولاته. لما باجي اجيب شوكولاته واقوم جايبه مثلا ربع كيلو، وقمت جايه صهراها او صبها في ايه او خليتها تتحول الى ماده سائله اللي هي الانصهار، وقمت حطها في قوالب، وبعد ما حطيتها في قوالب هحطها في الثلاجه، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي انها فقدت حرارتها وتتجمد، يعني اتغيرت من الحاله الايه؟ انا دلوقتي كان عندي صلبه حولتها الى سائله، وبعد كده من سائله حولتها الى صلبه. لو جيت قست كتلتها هنبص نلاقي ان كتله الشوكولاته السائله هتساوي كتلتها بعد تغير ايه؟ شكلها وتجمدها في القوالب، مما يدل على بقاء الايه؟ بقاء الكتله. مما سبق نستنتج ايه؟ ان كتله الماده بتظل ثابته عند حدوث تغير فيزيائي لها. يعني ايه معنى كلمه تغير فيزيائي؟ تغير فيزيائي ان انا بغير في شكل الماده فقط. يعني يعني ايه؟ بتتحول بدل ما هي صلبه بقت ايه؟ سائله. زي ايه؟ قال لنا زي تغير حالة المادة. عن طريق ايه؟ ان انا لو هغير من حالة المادة يا اما اكسبها حرارة يا اما اخلي المادة دي تفقد مين؟ حرارة لنفس الكمية من الايه؟ من المادة، او ان انا اغير شكل المادة عن طريق ان انا اشكلها او اقسمها الى اجزاء. يبقى ده قانون او تطبيق على قانون بقاء الكتلة. طب سؤال بيقول لي ايه؟ عندما سخن بائع الفشار 100 جرام من حبات الذرة في الزيت حدثت فرقعة وشاهد بخارا يتصاعد منها، وعند قياس كتلة الفشار وجد أنها 97 جراما، وبهذا لا تتساوى كتلة الفشار مع كتلة الذرة، ما سبب ذلك؟ هنلاقي هنا إن هنا الفشار لما حط ال 100 جرام الكتلة بتاعته من حبات الذرة في الزيت لقيه بعد ما طلع فشار بقت 97. طب إيه اللي حصل؟ قال لنا لأن السبب في دوت عندي ان حبات الذره بها مقدار من الرطوبه. الرطوبه دي لما اتعرضت للحراره اتحولت الى، يعني ايه رطوبه؟ يعني جزء من الميه، خلاص. فهنا لما اتعرضت للحراره اتحولت هذه الرطوبه الى ايه؟ الى بخار، وبالتالي فتقل كتله مين؟ كتله الفشار. نيجي بعد كده في مفاهيم غير صحيحه شائعه. بيعتقد البعض ان الغازات ليست لها كتله، وأن المادة في الحالة الصلبة ذات كتلة أكبر من كتلتها في الحالة السائلة، ولكن غير صحيح لأن الغازات مادة وبالتالي يمكن أو بيكون لها كتلة، كما أن كتلة المادة لا تتغير بتغير إيه؟ الحالة. وناخد بالنا اللي هو كمثال بسيط كمعلومة إسرائيلية إن أنا عايزة أشوف إن الغاز دوت ليه كتلة ولا لأ. لو أنا إحنا خدنا قبل كده معلومة إن أنا أقدر اضغط الماده في الحاله ايه؟ الغازيه. يعني انا ازاي؟ زي ما انا بعمل ضغط للهواء وانا بحطه في البالونه. طب ما انا ممكن احط الهواء دي، ما هو الهواء ماده غازيه، احطها في البالونه واحط البالونه على الميزان هيبقى ليه ايه؟ ليه كتله الغاز اللي هو موجود داخل ايه؟ داخل البالونه. ده دي
كمعلومة إسرائيلية إن أنا بيقول إن أنا بصحح إن فعلا إن الغازات ممكن إن هي يبقى ليها إيه، أو إن في البعض بيقول لك ملهاش كتلة، لا إحنا بنقول إنها مادة وليها إيه كتلة. ننتقل إلى نشاط 10 اللي هو البحث العملي اللي هو مسار البلي، وهو مهارات تفكير العلماء، ابحث تعال. هنا البحث العملي بيكون ليه خطوات، أولها بنسأل ونتوقع. فأنا هقول يعني إيه مسار البلي؟ هو عايز يقول لي إن في عندي هنا طاقة وضع وطاقة حركة، وعندي احتكاك بيتولد عنه طاقة حرارية. فأنا هنا هسأل هنا بإيه؟ إن أنا أعمل طريق بالبلي أو عندي بلية، وهنشوف النشاط دلوقتي أو البحث العملي بتاعي. فالتساؤل والتوقع بتاعي بنقول إيه؟ إن أنا يا ترى لو عملت كرة البلي دي وحطيتها على الطريق اللي أنا هصممه، هل البلية دي هتوصل لنهاية الطريق اللي أنا صنعته؟ فعشان كده بقول التساؤل بتاعي، هل ستصل كرة البلي إلى نهاية المسار الذي صنعته؟ طب بالنسبة لخطوات التجربة، أنا عندي البحث ده بيبقى ليه أدوات. أول حاجة إن أنا هجيب كرة بلي ومسطرة ورقة ومقص وقلم رصاص وشريط لاصق اللي هو اللزق، وورق مقوى يعني ورق يعني متين، علشان أعمل القاعدة. عندي الخطوات إن أنا هعمل إيه؟ هرسم مسار يعني طريق كده، أو بالقلم إن أنا هصمم أو هرسم اللي هو مسار أو طريق على الورق المقوى، بس لازما المسار ده هعمله بمنحنيات. يعني إيه؟ يعني في تعريجة. وبعد كده هستخدم المقص عشان أقص أجزاء المسار دي وفقا للتصميم اللي هو اللي انا ايه رسمته. تاني حاجة هقص شريط من الورق وهقوم بطيه عشان اعمل حلقات، واتبع نفس الايه نفس الخطوات عشان اعمل مرتفعات احطها فين على المسار بعد ما ايه ما اقصه. بعد كده هقص الشريط من الورق وهقوم بايه بتانيه عشان اعمل منحنى والزقه على المسار عشان اثبته فين في مكانه. هقوم بثني المسار بالشكل اللي انا عايزاه، وبعد كده هلزق القصاصات اللي معايا بعض عشان اثبتها في مكانها، وبعد كده احط كرة البلي على المسار على اعلى مرتفع او اعلى مرتفع فيه، وهشوف ان هنا الكرة البلي هتتحرك عبر المنحنيات والمرتفعات ولا لا. هنلاقي هنا في الملاحظة والنتائج بتاعتي ان كرة البلي ما وصلتش لنهاية مين المسار. طب ليه؟ انا هقولها قبل ما نوصل للاستنتاج. هنلاقي ان الورقه اللي انا عاملاها مع كره البلي بدا يبقى فيه احتكاك. طب تعالوا بقى نحلل. يبقى اذا دي الملاحظه، او ان انا وانا بلاحظ ايه بدات ان انا استنتج ان الملاحظه بتاعتي ان الكره البلي مش هتوصل لنهايه المسار اللي انا رسماه. طب بالنسبه للتحليل والاستنتاج، ان هنا اللي حصل ان كره البلي كان لما حطيتها اعلى مكان او اعلى مرتفع بقى عندها اكبر طاقه وضع لما كانت ايه اعلى المرتفع في المسار اللي انا عاملاه في الطريق اللي انا عاملاه. وبالتالي لما جت ايه حصل عن ان الكره تدحرجت على المسار، بدات تتحول طاقه الوضع الى طاقه مين؟ طاقه حركه. لما اتحركت بدا يبقى فيه مقدار من طاقه الحركه بيتحول الى مين؟ الى حراره، بسبب ايه؟ احتكاك الكره بالورقه. وده بيؤدي الى ايه؟ فقدان طاقة الحركة الى ايه؟ الى تناقص السرعة بتاعتها، وبالتالي ايه؟ هتقف، او بمرور تناقص او هتبتدي ان السرعة تقل لغاية ما ايه؟ تتوقف في النهاية. يبقى ده بالنسبة لمسار البلي ان انا عايزة، او من النشاط ده بستخلص المفهوم بتاع او الاستنتاج بتاعه، ان هو عايز يقول لي ان لما بيكون كرة البلي اعلى المرتفع اللي انا عملته بيبقى عندها طاقة وضع كبيرة، وبعد كده طاقة الوضع دي بتتحول الى طاقة ايه؟ حركة. طاقة الحركة وهي ماشية بيبقى في احتكاك، فهنا طاقة الحركة بتتحول ايه؟ الى حرارة. وهي ماشية الحرارة دي فقدانها للحرارة اللي بيحصل هينقص السرعة بتاعتها بسبب احتكاكها، وبالتالي ايه؟ بتقف في النهاية. تعالوا ننتقل إلى نشاط 11، ومهارات تفكير العلماء هي عبارة عن حلل كعالم، والنشاط بعنوان خواص المواد الجديدة. عندي هنا خواص المواد الجديدة يعني إيه؟ هو عايز يقول لنا إن أنا ممكن أستخدم مواد وأصنع منها وأبتكر منها أدوات أو مواد، أستخدم مواد تكون عندي
ابدا استخدمها واطلع منها وابتكر منها مواد ايه جديده. فالمشكله عندي الحاجه الى مواد جديده. الانسان بدا ان هو بيستغل ويستثمر المواد الطبيعيه اللي موجوده في البيئه عشان يصنع مختلف من المنتجات. زي ايه مثلا؟ هو جاب الماده الخام اللي هو القطن، بدا يصنع منها ملابس. الخشب بيدخل في صناعه الاثاث. الحجاره استخدمها عشان لبناء مين؟ الجدران. طيب بدانا ان في حاجه ان احنا عايزين نطلع منتجات جديده، وهبتكر مواد جديده ويكون ليها خواص جديده ما بتبقاش موجوده في المواد الايه الطبيعيه، او المواد اللي ايه اللي بدا الانسان هو يصنعها. زي ايه مثلا؟ دلوقتي مثال، انا عندي الملابس بتتسخ بسهوله، فبدأ الإنسان يفكر ويقول إيه، طب ليه أنا ما أعملش ملابس؟ وده عن طريق التطبيقات التكنولوجية اللي هي ظهرت، إن إحنا عايزين نبتكر مادة بتكون بخصائص جديدة. زي إيه؟ الملابس دي إن أنا ممكن أخليها مثلا تطلع نور، أو إنها أصنعها أكون أو هي الملابس تكون مقاومة للاتساخ، وتبقى مصنوعة من مواد مقاومة مين؟ للمية والإيه؟ والبر. زي بالظبط دلوقتي اللي احنا بنقول عليه ايه، اللي هو بيبقى الجواكت اللي احنا بنلبسها بتبقى ايه بالبلدي كده، ان الميه ما بتيجي عليها ما بتلصقش الميه دي، او بتتشرب مين؟ الميه. طب الحل ايه؟ ان انا ابتكر مواد جديده. فالمهندسين عملوا ايه؟ عملوا تغيرات فيزيائيه وكيميائيه. يعني ايه تغير فيزيائي؟ بدا ان هو يغيره في شكل والحال بتاع مين؟ الماده. والكيميائيه بداوا يضيفوا عليها مواد، فادام هيضيفوا عليها مواد على المواد الطبيعيه، بداوا ان هم يطلعوا مواد ويبتكروا مواد ايه؟ مواد جديده. وده بالظبط هقول لكم زي ايه، اللي هي احنا عندنا معلومه، او هقول لكم معلومه، ان في حاجه اسمها الصناعه التحويليه. الصناعه التحويليه ان انا باخد ماده خام وبحط عليها مواد واطلع ايه؟ واطلع صناعه، فعشان كده بقول صناعه تحويليه. فده اللي هو بيقول لنا ان انا ببتكر مواد ايه؟ جديده. فهنا هنلاقي ان انا حطيت الماده، وبالتالي جبت ماده عليها، او الماده دي هعمل لها تغير كيميائي، ان انا اغير في تركيبها وشكلها. وهنبص نلاقي بمجرد ايه؟ اما انا غيرت في تركيبها وشكلها نتج ماده ايه؟ جديده. هديكم مثال بسيط كده كمعلومه برضو اسرائيليه، زي بالظبط ما بنيجي نعمل الكيكه في البيت. الكيكه دي عباره عن ايه؟ عباره عن دقيق وبيض وسمنه وسكر ولبن. المكونات دي مش دي مواد؟ المواد دي انا عملت لها ايه؟ هعمل لها تغير كيميائي، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيطلع ماده ايه؟ جديده، خواصها خواص جديد عن مين؟ عن المواد، او خصائص المواد الايه المستخدمه في صنعها، وبالتالي بتتوقف خصائص تلك المواد على اسلوب ابتكارها. زي مثلا عندي التغير الفيزيائي اللي هو الخلط، ان انا اجيب حاجه واخلطها، بس ناخد بالنا في الخلط دوت المواد او خصائص الماده اللي انا مستخدماها بتبقى بطلع من ايه؟ ماده جديده. مثلا انا هخلط حاجه على حاجه، زي مثلا اما يجي اخلط اللي هو البهارات مع بعض، بجيب ايه؟ فلفل وكمون. ده انا بقول لكم مثال او معلومه اسرائيليه او امثله من الواقع، علشان نعرف او اوضح لكم يعني ايه التغير الفيزيائي عن طريق الخلط. فهنا انا كونت مين؟ كونت البهارات. بهارات من ايه؟ من فلفل وكمون. يبقى هنا انا كونت ايه؟ ماده جديده. الخصائص بتاعتها بتكون مزيجا من خصائص مين؟ المواد المصنوعه منها. زي قلت البهارات، جبت فلفل على كمون على شطه، فهنا دي ايه؟ دي المواد اللي انا استخدمتها. فهنا هنلاقي ان البهارات دي في خصائص من ايه؟ من المواد المصنوعه. او عن طريق التغير الكيميائي، ان انا بحط مواد على مواد. زي بالظبط بنقول طيب انا دلوقتي حطيت مواد على مواد، فهنا بدأنا نشوف ايه؟ ان خصائص المادة الجديدة مختلفة تماما عن خصائص المواد المصنوعة منها. وقلت لكم كمثال زي الايه؟ صنع الكيكة او المعجنات. العلماء اعتمدوا والمهندسين اعتمدوا ان هم يبتكروا مواد جديدة عن طريق خلط مواد مختلفة، مما يؤدي الى حدوث ايه؟ الحصول على مادة او منتج جديد له خصائص فعالة ومفيدة.
فبدأوا إن هم يعملوا إيه؟ يعملوا عملية خلط بدون تسخين، وممكن تتم تحت درجة حرارة مرتفعة. طب إزاي؟ كأمثلة إيه؟ إن بدأوا يستخدموا مثلا المادة المستخدمة البترول. البترول ده لقوه إن من خصائصه إن هو سائل يحترق بسرعة. طب الصنع اللي هيطلعوا من البترول ده هيطلعوا منه إيه؟ فبدأوا في طريقة الصنع إن بدأوا يحطوا مركبات البترول دي يعملوا لها تغيرات كيميائية، يضيفوا مواد، يغيروا في الشكل بتاعه، فبدأ ينتج إيه؟ المادة المبتكرة اللي هي البلاستيك. وطبعا البلاستيك هنا بيبقى مادة صلبة، بالرغم إن هو هنا البترول إيه؟ سائل، لكن نتج مادة إيه؟ صلبة، اللي هو البلاستيك، وبعض أنواعه تقاوم إيه؟ الاحتراق، مع إن كان هنا إيه؟ سائل بيحترق بسهولة، لكن هنا بتقاوم إيه؟ الاحتراق، يعني إنها ما بت إيه؟ بتتحرقش، أو بيقاوم الإيه؟ الاحتراق. يبقى دي إن أنا استخدمت مادة، ومن خلال ابتكرت مادة إيه؟ مادة منها مبتكرة. يبقى دي اسمها بنقول عليها كمثال للصناعه الايه التحويليه، ان انا خدت الماده الخام حولتها الى منتجات وايه ومواد مبتكره. زي برضو عندي اللي هو ماده مستخدمه، جابوا خام الحديد وعناصر اخرى بتبقى اقل قوه ومتانه من الصلب. طب زي ايه مثلا العناصر الاخرى دي؟ هقول لنا هنا ان الصلب اصلا وهم بيصنعوه، تمام، بيحطوا حديد مع منجنيز، لان الاثنين مع بعض بيحصل ايه؟ بيكسب اللي هو عنصر المنجنيز ده بيكسب الحديد ايه؟ صلابه. فعشان كده بنقول ان المواد المستخدمه هنا خام الحديد وعناصره بتبقى ايه؟ اقل قوه ومتانه من ايه؟ من الصلب. طريقه التصنيع بيتم ايه؟ خلطهم وتسخينهم، وتسخين المواد الخام مع بعضها عشان يحصل فيها ايه؟ حتى تنصهر، وبعدين بعد كده بتبرد ويدينا الصلب اللي هو ماده قويه ومتينه تتميز بطول عمرها من الافتراض. يبقى هنا احنا بنقول ان فعلا هنا المواد الايه المصنوعه منها او المستخدمه بيديني خصائصها بتكون غير الخصائص بتاع الماده مين؟ الماده المبتكره. فعشان كده هنا لو نلاحظ نقول الماده المستخدمه خام الحديد وعناصر اخرى اقل قوه ومتانه من الايه صلب، لقينا هنا الخصائص بتاعت مين؟ الماده المبتكره، ماده قويه ومتينه تتميز بطول ايه عمرها الافتراضي. برضو من المواد المستخدمه الصخور والرمال والماء، دي مواد صلبه وسائله غير متماسكه، يعني مش ماسكه مع بعضها. طريقه صنع ايه؟ بداوا يخلطوا المكونات دي مع بعضها بدون تسخين عشان تبدا في الحاله السائله، وبعد كده يسيبوها تنشف وايه وتتصلب عشان الماده المبتكره تبقى ايه؟ الخرسانه، اللي هي مين؟ ماده قويه جدا بعد ان تجف، اللي هي الخرسانه اللي احنا بنعمل منها البيوت او الكباري، خلاص، وفعاله لسهوله تشكيلها قبل ان تصبح ايه؟ صلبه. عشان كده اللي بيصب مثلا عايز يعمل اناء او زهريه، بيجيب ازازه بلاستيك وبعد كده بيصب الخرسانه وبعد كده بيسهل ان هو يشكلها، علشان ايه؟ ده المقصود. انا بوضح لك ان الخرسانه كلمه ايه؟ ماده قويه جدا بعد ان تجف، يعني تنشف، وفعاله لسهوله تشكيلها قبل ان تصبح ايه؟ صلبه. ماده مستخدمه برضو البلاستيك، والبلاستيك هنا لا يتحمل درجات الحراره العاليه. طب طريقه الصنع ايه؟ بيعرضوا البلاستيك ده في الصناعه بتاعته الى الحراره عشان ايه؟ يخلوه ماده ايه؟ تنكمش. طب خصائص الماده المبتكره، طلعنا منه ايه؟ انابيب الانكماش الحراري. هنا بنقول ايه؟ الماده المصنوعه ايه؟ او اللي انا استخدمتها لا يتحمل درجات الحراره العاليه. بدا يطلع ماده مبتكره، يبقى خصائصها بتختلف عن خصائص الماده الايه؟ المستخدمه، اللي هي ايه؟ تتحمل درجات الحراره العاليه. عندنا برضو استخدمنا الرمل والحجر الجيري ورماد الصودا اللي هي كربونات الصوديوم، ماده اسمها كربونات الصوديوم، ودي مواد غير شفافه يعني لها لون. بدأوا ان هم يخلطوها ويصهروا الرمل والمكونات الاخرى في فرن ساخن، وبعد كده يسيبوه او ثم يترك ليبرد ويتصلى، بدأنا نصنع منه الزجاج اللي هي ماده صلبه شفافه. يبقى اذا هنا ان فعلا ان المواد المصنوعه وانا ببتكر بعمل لها تغير كيميائي وفيزيائي، بدا يبقى ينتج ماده ايه؟ مبتكره، الخصائص بتاعتها بتختلف عن خصائص الماده الايه؟ المصنوعه منها. ملحوظه،
عندي هنا ان المواد المبتكره بتخش في منتجات وبنيه اساسيه مهمه جدا. زي ايه بقى بالظبط؟ مثال زي ايه؟ زي الخرسانه. احنا بنستخدم، مش دي ماده مبتكره؟ طب بنستخدمها في ايه؟ في تشييد المباني والكباري، ودي اسمها بنيه اساسيه اللي هي الكباري والمباني. طب في عنوان هننتقل الى كيفيه بقى ان انا اختار المواد المستخدمه عشان ابتكر ماده جديده، على هذا على اساس ايه؟ يبقى العنوان هنا، او عندنا عنوان كيفيه اختيار المواد المستخدمه لابتكار ماده جديده. العلماء والمهندسون بيبتكروا مواد جديده، بس بيركزوا على مجموعه معينه من الخصائص بتاع الماده الموجوده بالفعل، وبيعملوا ان هم يغيروها. طب ازاي بيعملوا ايه علشان ان هم، اهي ماده احنا قلنا مثلا البلاستيك، هي دي موجودة بالفعل، فعملوا على تغييرها انها ما بتتحملش درجات الحرارة، بدأوا يصنعوا منها مين؟ اللي هو انابيب الايه؟ الانكماش الحراري، بدأ ان هي تستحمل ايه؟ درجات الحرارة. فعملوا ايه؟ أول حاجة بيشوفوا خصائص المادة المطلوبة ان انا هبتكرها، وعشان كده بنقول ايه؟ تحديد خصائص المادة المطلوب ابتكارها. فهنا في العالم بيحب ان هو عايز يطور مواد ذكيه عشان ايه؟ عشان تتفاعل مع البيئه المحيطه. شبهها بالظبط زي جلد الحبر، الحرباء، اسفه، تشبه جلد الايه؟ الحرباء. يعني ايه؟ انا عندي الحرباء هنا جلدها بيبقى مثلا بيتغير حسب البيئه اللي هي بتعيش فيها، او لو انا جيت مثلا الحربايه وقفت على شجره بيبقى الجلد بتاعها لون الايه؟ الشجر. وقفت على ورق بيبقى لون الورق. هو بقى هنا بيحددوا خصائص الماده، هو يا ترى الماده اللي انا عايز ابتكرها عايزها ايه؟ تبقى خصائص بتاعتها عباره عن ايه؟ واطورها عشان ايه؟ تبقى تكون ايه؟ تتفاعل مع البيئه المحيطه. تاني حاجه برضو بيدرسوا خصائص المواد الموجوده بقى، يا ترى هي موجوده ايه الخصائص بتاع الماده دي؟ ايه الانسجه الموجوده؟ عشان يفهموا التركيب الكيميائي بتاع الماده دي او مكوناتها، يعني الكيمياء. بداوا ان هم برضو بيعملوا تغيرات بسيطه جدا على المواد الموجوده عشان يحولوها الى مواد جديده. فمثلا ممكن يتغير او يغيروا في ترتيب جسيمات الايه؟ الماده. بيختبروا المواد الجديده عشان يشوفوا ازاي ارتبطت التغيرات اللي حصلت في التركيب دي بالتغيرات في خصائص الايه؟ الماده. فبالتالي بقى عندنا حاجة اسمها المواد الذكية. المواد الذكية هي عبارة عن مواد بتتفاعل مع البيئة المحيطة، ومن أمثلتها الأنسجة المرنة التي تحتفظ بحرارة الجسم عند ارتداء. دي مفهوم المواد الذكية، إن هم بدأوا إنه يستخدموا مواد بتتفاعل مع البيئة على زي إيه؟ زي أنسجة مرنة، يعني إن أنا أسهل إيه؟ أو سهلة إنها تحتفظ بحرارة الإيه؟ الجسم لما بلبس. فعندنا حاجة اسمها الملابس الذكية. الملابس الذكيه بداوا يبتكروا فعلا من المواد او الملابس دي، بدات ان هم يصنعوا الملابس دي من مواد ذكيه، واقدر ان انا اتحكم الملابس دي اللي انا هلبسها تتحكم في درجه حراره جسمي، او ممكن تنور في الضلمه، او ممكن مثلا لما هي تبقى متسخه تبقى نظيفه. فعشان كده بيعرفوا الملابس، او بنعرف الملابس الذكيه هي عباره عن ملابس تصنع من مواد ذكية، ويمكن أن تتحكم في درجة حرارة الجسم، أو تضيء في الظلام، أو حتى تظل نظيفة. طب في المواد التي لها غرض استخدام، ناخد بالنا إن كل مادة لها خصائصها المميزة أو الفريدة اللي بتخليها مناسبة لبعض الأغراض أكتر من غيرها. فمثلا على سبيل المثال، أنا عايزة أعمل عربية، أو هنا في وهم بيعملوا العربيات، هل ممكن ان انا اجيب العربيه دي واجيب بلاد او اصنع من، هنقول مثلا القماش؟ بالطبع لا، لان القماش ليه خصائص وليه غرض ان انا اقدر ايه؟ اقدر اصنعها من اجله، او حسب الهدف اللي انا عايزه ايه؟ استخدمها. فهنا مثلا عندي القماش هو ناعم ومريح، فده مناسب لايه؟ لصنع الوسائد والملابس، ومش هيقدر او مش هقدر اصنع منه ايه؟ هياكل او هيكل السياره. عندي الصلب قوي ومتين، مناسب لايه؟ لصنع هيكل السياره، ولا يصلح لصنع الايه؟ الوسائد والملابس. يبقى اذا هنا ان انا عندي ان كل ماده بختارها على حسب ان انا عايزه استخدمها او اصنع منها ايه. فبناء على ما سبق بنقول ايه؟ لما اجي اختار المواد عشان اصنع منتج، لازما اشوف انا عايزه الهدف، او انا هعمل الماده دي الهدف منها ايه؟ من المنتج ده، والخصائص اللي هتبقى بعد، او الماده دي ان هي هتبقى
ليها خصائصها بتميزها وبتتناسب مع الغرض ده. زي بالظبط ان انا ممكن عندي اصنع منتج واحد باكتر من ماده، زي بالظبط ايه الكوبايه. انا بلاقي كوبايه ازاز وكوبايه بلاستيك وكوبايه ورق وكوبايه معدن. طب انا هنا الكوبايه اللي انا هصنعها من الازاز، انا الغرض منها ان انا استخدمها في شرب مثلا المشروبات الساخنه او المشروبات الايه البارده، يبقى ده الغرض بتاعي ان انا هصنعه منها. طب البلاستيك، لا البلاستيك انا اخليها للميه، لان مثلا ممكن يكون البلاستيك نوعه رديء ما يستحملش او لا يتحمل درجه الحراره، فبالتالي لو حطيت، وفي فعلا الكوبايات اللي هي البسيطه دي او الشفافه اللي هي بنشرب فيها ميه بس، ما ينفعش اشرب فيها شاي. يبقى هنا ان انا ببدا اصنع المنتج الواحد باكتر من ماده على اساس الغرض الايه المقصود من المنتج والخصائص التي يجب ان تتمتع بها المواد لتناسب هذا الايه الغرض. نشاط رقم 12 وهو بعنوان سجل ادله كعالم، وهنا النشاط ده في تسلسل الدروس بتاعتنا بيشارك. احنا تعرفنا وتعلمنا في المفهوم ده ان الحراره بتنتقل من جسم الى اخر، وعرفنا عدد من التطبيقات الحياتيه ايه عليه. طب انا هسجل ادله كعالم، لازم برضو بنمشيها بخطوات، اولها التساؤل وبعد كده بفرض فرض وبعد كده ادي دليل وبعد كده افسر تفسير علمي. التساؤل بتاعي عندي ايه؟ اقوله ما الذي يحدث للجسم عند انتقال الحراره؟ طب بالنسبه للفرض بتاعي هقول ايه؟ ان لما بيجي عندي عند تلامس جسمين بتنتقل الطاقه الحراريه من الجسم الساخن الى الجسم البارد، ولا تنتقل الحراره بالطريقه نفسها بين الاجسام المختلفه. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا المواد الصلبه لما باجي المسها بتنتقل الحراره عن طريق الايه؟ التوصيل. طب بالنسبه للي هو جسم مثلا سائل، الجسم السائل ده الحراره بتنتقل عن طريق مين؟ اللي هو الحمض. طب جسم مثلا بيكون فيه وسط غازي، يبقى دي بتتنقل عن طريق الاشعاع. عشان كده كلمه لا تنتقل الحراره بالطريقه نفسها بين الاجسام المختلفه. عندي هنا في مواد برضو الفرض بتاعي ان هناك مواد جيد توصيل الحراره ومواد اخرى رديئه التوصيل للحراره، وانتقال الحراره لا يؤثر على كتله مين؟ الماده، حسب قانون بقاء الماده، حسب او بناء على قانون بقاء الكتله. الدليل بتاعي ان انا لما بخلط عند خلط الماء الساخن والماء البارد بتنتقل الحراره من الماء الساخن الى الماء البارد بعد ان يحدث الاتزان الايه الحراري، اللي هو التساوي درجات الحراره بين الجسمين، وتصبح درجه الحراره بعد الخلط مساويه تقريبا لمتوسط درجه الحراره المحسوبه للماء في الدرائين قبل الايه قبل الخلط. ويمكن ملاحظة انتقال الحرارة بطرق مختلفة مثل التوصيل والحمل والإشعاع، وهناك مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها مثل المعادن، بينما مواد أخرى لا تسمح بالمرور بسهولة مثل الخشب وعندنا طبعا البلاستيك. عند قياس كتلة مادة قبل وبعد تغير حالتها وجدنا أن الكتلة لم تتغير، يبقى أنا فرضت الفرض وادي الدليل عندي قلته أو كتبته. عندي بقى التفسير العلمي. أول حاجة أثناء انتقال الحرارة بين جسمين اللي بيحصل بيفقد الجسم الساخن حرارة فتقل سرعة جزيئاته، وبينما يكتسب الجسم البارد حرارة فتزداد سرعة جزيئاته. بيستمر تدفق الحرارة بين الجسمين إلى أن تتساوى سرعة الجزيئات في كل منهما، وبيحصل إيه؟ الاتزان الحراري. المواد العازلة بتحتوي على جزيئات تتحرك ببطء فتقلل من توصيل الحرارة، بينما المواد الموصلة تحتوي على جزيئات تتحرك بسرعة فبيسهل إنها توصل مين الإيه؟ الحرارة. اكتساب أو فقد الحرارة بيؤثر في سرعة الجزيئات ولا يؤثر في كتلتها، وبالتالي تظل الكتلة الكلية للجسم إيه؟ ثابتة. يبقى أنا دي عندي النشاط بتاع سجل أدلة كعلم. تعالوا بقى كده، إحنا انتهينا من الشرح، تعالوا ناخد السؤال والجواب. أول سؤال معايا بيقول لي اختر مما بين القوسين. الجسم الثابت أعلى المنحدر يمتلك أكبر طاقة، وضع ولا حركة؟ الجسم اللي فوق يبقى طاقة وضع. من الممكن أن يتحول جزء من طاقة الحركة إلى نقط بسبب الاحتكاك، حرارة ولا ضوء؟ هي حرارة.
تصنع انابيب الانكماش الحراري من البلاستيك ولا الحديد؟ الانكماش الحراري بتصنع من البلاستيك. التغير نقط للماده يؤدي لانتاج مواد لها خواص جديده، الفيزيائي ولا الكيميائي؟ هو الكيميائي، لان بيتم فيه تفاعل واتحاد المواد مع بعضها زي ما قلت المثال بتاع الكيكه. كتله كميه من الماء نقط بعد تجميدها تزداد ولا لا تتغير؟ احنا اتفقنا وقلنا ان الماده ما بتتغيرش كتلتها بتغير الحاله الفيزيائيه ليها، يعني اذا كانت صلبه او سائله يبقى هنا هختار لا تتغير. ننتقل الى سؤال ضع علامه صح او غلط امام العبارات الاتيه. واحد ينتج عن الاحتكاك طاقه حراريه، الاجابه صح. تتوقف الكره المتدحرجه على مسار بسبب قوه الدفع، الاجابه هنا غلط. التغير الكيميائي للمادة لا ينتج عنه خواص جديدة، الإجابة هنا غلط، بينتج عنه خواص جديدة. يمكن صناعة المنتج الواحد بأكثر من مادة، الإجابة صحيحة. أنابيب الانكماش الحراري لا تتحمل درجات الحرارة العالية، الإجابة خاطئة. اختر من العمود ب ما يناسب العمود ألف. واحد مادة تصنع من البترول وتقاوم الاحتراق، مادة شفافة تصنع من خلط وصهر الرمل والحجر الجيري، مادة قوية ومتينة تصنع من خلط وتسخين خام الحديد وخامات أخرى، مادة قوية يسهل تشكيلها تتكون من خلط الصخور والرمال والماء. العمود ب الزجاج الصلب البلاستيك الخرسان. أول حاجة عندي مادة تصنع من البترول وتقاوم الاحتراق هي البلاستيك. مادة شفافة تصنع من خلط وصهر الرمل والحجر الجيري هي الزجاج. مادة قوية ومتينة تصنع من خلط وتسخين خام الحديد وخامات أخرى هي الصلب. مادة قوية يسهل تشكيلها تتكون من خلط الصخور والرمال والماء هي الخرسان. ماذا يحدث عند صهر مخلوط الرمل والحجر الجيري ورماد الصودا في فرن ساخن ثم تركه ليبرد ويتصلب؟ إيه اللي هيحصل؟ هينتج مادة الزجاج. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد زجاجة مياه كتلتها 60 جراما، عند وضعها في فريزر الثلاجة من المحتمل أن تكون كتلتها عند التجمد نقط جراما 50 70 60 80. هنا الكتلة كانت سائلة، جيت وحطيتها في الفريزر بقت صلبة، يبقى هنا اتغيرت من إيه؟ من حالة إلى حالة، يبقى الكتلة مالها؟ الكتلة زي ما هي اللي هي 60 حسب قانون بقاء الكتلة. تقل طاقة نقط عند تدحرج الجسم من أعلى المنحدر، الوضع ولا الحركة ولا الاحتكاك ولا الضوء؟ هنا طاقة الوضع احنا قلنا بتبقى أعلى عند إيه؟ أعلى المنحدر، بعد كده بيحصل إيه؟ بتقل، يبقى طاقة الإيه؟ الوضع. أي المواد التالية يصلح لصنع الوسادة؟ الصلب ولا الخرسانة ولا الأقمشة ولا الزجاج؟ يبقى هنا الأقمشة. وبكده نكون انتهينا من حصتنا النهارده، وكنت معاكم مس اسماء بكر، ويا رب اتمنى تكونوا فهمتم واستوعبتم الدرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.